مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في بيت للكل. الحقيقة إحنا موجودين اليوم في التلفزيون الأردني وحلقة عن الريادة وريادة الأعمال والشباب والمستقبل الواعد لدولنا العربية، لأن الدنيا تتغير وسوق العمل يتغير كثير، وأيضا كل الأدوات التكنولوجية أيضا في تغير كل يوم. مساء الخير يا لالا. مساء النور شافي، منورانا في التلفزيون الاردني والله مكانكم وبيتكم، واكيد هذا المكان الدافئ زي قلوب أكيد. المصريين الدافئه اكيد، وقلوب كل الوطن العربي، فتحيه عربيه يعني لكل أكيد. المشاهدين الاخوه العرب. ويمكن حلقتنا لليوم شافكي احنا راح نقدم كمان شوي نماذج اردنيه شابه حتى نعطي صوره للشباب الواعد اللي عنده رياده وعنده ابتكار وبلش من بكير بحلم كتير بعيد وصار الحلم واقع. حلقتنا أمل وتفاؤل اليوم. الحلقة الحقيقة مهمة جدا جدا يا لانا، لأنه أعتقد أنه التغير الواضح لسوق العمل العربي بشكل عام صحيح. وتغير الأفكار وكمان وجود كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة خلت كمان ريادة الأعمال مختلفة مظبوط ومتغيرة مظبوط. بشكل كبير، وبتقدر كمان إن هي تشتغل على كل المهارات لما الشباب يهتموا بالمهارات ويهتم كمان بسوق العمل ويفكر بطريقة مختلفة. فأعتقد هتبقى فرصة النهاردة وإحنا موجودين هنا في الأردن مع القفزات اللي موجودة أيضا في يعني هذا البلد الجميل، إن إحنا نتحدث عن الشباب الأردني وأيضا الشباب العربي بشكل عام. شافكي عنا القيادة الأردنية وجلالة الملك وجلالة الملكة، بس بدي أحب أنوه للمشاهدين وإليك، تخيلي بيدوروا وين في شركات صغيرة عملوها الشباب، شركات ناشئة من الريادة ومن الابتكار ونجحت، وبيروحوا لهم على الشركة بيزوروهم. دي حاجة حلوة جدا. وبيشجعوهم طبعاً. يعني طبعاً. وبيستضيفوهم أيضا للديوان الملكي العامر وبيكرموهم، وهذا دليل على أنه كم القيادة الأردنية مؤمنة بأنه الشباب المبدع لازم ندعمه. هلا التشريعات عندنا في الأردن والقوانين كلها برضو ماشت هذا يعني واكبت هذا التطور حتى يكون في تسهيل لهم انه انطلقوا المستقبل لكم صحيح. والتكنولوجيا موجوده. يعني ده شيء رائع طبعا من جلاله الملك وجلاله الملكه، وقد ايه بيحفز اكيد الشباب، وهم اساسا من الشباب يعني روحهم شابه جدا. اعتقد كل ما كانت القياده عندنا رئيس عبد الفتاح السيسي دايما هو يعني مع الشباب في كل المواقع. شفنا في كتير عندكم مؤتمرات وملتقيات. وإنه التغير اللي حصل للحكومة الجديدة المصرية الشباب موجودين في القيادة، يعني هتلاقي لو في وزير فالتاني شاب، لو في محافظ فالمعاون شاب، فدي برضو بتدي ثقل وبتدي كمان للشباب أمل، دي بلده اللي هو هيطورها ويشتغل عليها. فأعتقد أنه يعني لا يعني دخول الشباب لسوق العمل مبكرة من خلال مهارات وتعلم شيء مفيد كتير ورائع. يعني هلا يعني اللي بيسهل ايضا في هذا الموضوع انه التطور السريع والثوره التكنولوجيه من شهر لشهر عم بتتطور صحيح. في كل تطبيق في كل شيء ثوره سريعه جدا صحيح. هلا كم حلقتنا اليوم رح نركز كمان انه كيف هاي التكنولوجيا تخدم مجالات الحياه كافه صحيح. التجاره، التسويق صح. الثقافه، التربيه والتعليم، تدخل في حتى في الاعلام كمان عندنا هلا الاعلام رقمي صح. لكن حاجز الخوف احنا رح نحكي عنه حنكسره. رح نكسره اليوم مع نموذجين من الشباب الأردني اللي دخلوا مجال الريادة والابتكار وسوق العمل وصلوا العالمية شركاتهم اكيد. يبقى أكيد. ما فيش غير ان احنا نبدا حلقة جديدة في بيت للكل مع ريادة الأعمال وايضا وازاي سوق العمل وكمان الشركات ازاي بتقدر تتعامل من خلال شباب واعد وايضا ضيوف ان شاء الله تستفيدوا من احاديثهم ومن تجربتهم ومن علمهم. ضيفنا مشاهدينا لاستديو بيت للكل اليوم إحدى النماذج الأردنية الشابة التي تعزز مفهوم الابتكار والريادة في الأعمال، زيد الجازي، أحد قصص النجاح التي تلهم الشباب بأن الطريق إلى سوق العمل وإلى الحياة وإلى المستقبل هي عن طريق ريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا. زيد كان مقتنعا منذ البداية بأن بإقامة مشروع خاص به وكان
كان يحلم أيضا بإقامة شركة خاصة له، وبالتالي بعد التخرج من الجامعة اتخذ هذا الطريق عن طريق ريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا. زيد الجازي، أهلا وسهلا فيك في برنامج بيت للكل. أهلا وسهلا. خليني أنا كمان أرحب بكم أولا، وأرحب أيضا ضيفتنا اليوم كمان معنا أفنان علي، وهي مهندسة وريادية أعمال. اشتهرت أفنان بإسهاماتها البارزة في مجال التعليم التكنولوجي وريادة الأعمال، وأيضا يعني عندها الكثير من الشغف في عالم التكنولوجيا وتعليم الأجيال الناشئة. أسست أفنان أكاديمية التي تعد من أبرز المبادرات التعليمية في المنطقة، حيث تركز على تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة الرياضية لدى الأطفال والشباب. أهلا بحضرتك مهندسة أفنان، منورانا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. طيب خلينا نبدأ الحوار. نبدأ الحوار ونقول، خليني أسأل الأول، ما هي العوامل؟ نبدأ ليدز فيرست، نسأل جندر تحيز مهندسة أفنان، نسألك ما إيه العوامل اللي يعني خلتك تقبلين على ريادة الأعمال؟ أنا أساساً مهندسة كهرباء واتصالات، وممكن كان عندي دائماً شغف وحلم منذ الطفولة أنه أكون مخترعة ومبتكرة، لكن بعد ما درسنا الهندسة وشفنا كيف العالم عم بتقدم وبتطور، تحديداً بعد زيارتي لسيليكون فالي بكاليفورنيا، أدركت أنه العالم عم بيمشي بشكل كتير متسارع، وأحياناً بصير عندنا هذه الغير الإيجابية أنه إحنا حابين يكون في برضو تقدم تكنولوجي ببلدنا. بهذه المرحلة أدركت أنه إذا أردنا أنه يكون في تقدم تكنولوجي لابد أنه نبدأ بالتعليم، وتحديداً تعليم الأطفال، لأنه تعليم الأطفال استثماره دائماً مجدي، يعني اللي بتزرعه اليوم بتشوفه مباشرة بعد يعني كم من سنة. فكان الهدف أنه نعمل امباكت، نعمل اثر ايجابي تحديدا بالتعليم وتعليم التكنولوجي للاطفال. فكان هذه هي يعني بدايه مشوار رياده الاعمال، وهذا صراحه كان الحافز من وراء بدء اكاديميه يوريكا للتعليم التكنولوجي. رائع. احنا راح نخوض في قصص نجاح كثيره جدا، يعني أكيد. الفكره كيف نجهز اطفال لسوق العمل، على فكره صحيح. يعني افنان اشتغلت على هذا الموضوع. ننتقل لزيد. زيد، كنا نحكي برا يعني قبل الدخول للاستديو بانه كيف بلش الحلم، لأنه الحلم بحاجة إلى إرادة، وهي كانت موجودة عندك. الآن على مستوى العالم يعني، وشركاتك يعني معروفة حتى عندنا، لدينا في الأردن تكنولوجيا استخدمتها لتسهيل الحياة واختصار الوقت والجهد. خلينا بس نتعرف كيف كانت البداية في الدخول لمجال الابتكار والريادة. شكرا دكتورة، وشكرا للاستضافة الكريمة، يعطيكم العافية. احنا يعني بالبداية هو كان الشغف من أيام المدرسة صراحة، انه كيف الواحد بده يعمل بالمستقبل تبعه. فبتعرفي هو عبارة عن حلم، يعني خيال. بس تفاصيله مش واضحة. فكانت البداية من يمكن بعد الجامعة، لما اشتغلت في القطاع الخاص ظلت الفكرة في العقل الباطن، ومن ثم أكملت دراستي بعد الجامعة الأردنية في الماجستير، وشفت برا كيف الدراسة وكيف التطور يعني الاقتصادي اللي ماشيين فيه الزملاء أو من الجنسيات الأخرى. فكان الحافز ازداد أنه أنا لما أرجع على بلدي بدي أبدو وبدي أخطو أول خطوة في صناعة يعني ترجمة الصورة اللي في البال إلى حقيقة. ومن هنا يعني ابتدأ المشوار في تأسيس أول شركة لها علاقة بأدوات تحسين المنزل برفقة ثلاثة من الإخوان والزملاء، ولها علاقة بالتجارة الإلكترونية. ومن ثم كمان كان الإصرار أنه بدي أعمل إشي على مستوى يعني أوسع فيما يخص مشاكل مالية يعني تحدد من القطاع الطبي في مجاله الخاص بشركات التأمين، اللي هي قضية التخليص المالي، تخليص الوقت والانتظار لاستلام المستحقات. الآن يعني شركتك على تواصل مع شركات تأمين كبرى في الأردن. نعم مظبوط. طيب جميل. أولا أنا ببقى سعيدة جدا لما يكون كمان عندنا كده من الشباب والحماس لريادة الأعمال والتكنولوجيا. خليني أسأل كمان مهندسة أفنان، أسألك عن مدى تأثير بقى التكنولوجيا على
يعني مشاريع اللي فكرتي فيها والاتجاهات اللي حبيتي تخوضيها؟ يعني لا شك هلا التكنولوجيا صارت هي عصب أساسي بتطور أي مجتمع وأي فرد. يعني كلياتنا عم نقرأ عن تقارير وظائف المستقبل اللي صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، وأعتقد مع يعني تقريبا ب 2020 مع أزمة الكورونا كلنا كنا نسمع إنه ما قبل الكورونا ليس كما بعد الكورونا. وأعتقد أحد التغيرات اللي كانت ما بعد الكورونا هو تأثير التكنولوجيا على العالم. التكنولوجيا الكورونا أعتقد إنها دفعت العالم 5 إلى 10 سنوات للأمام. التقارير اللي صادت بهذيك الفترة هي تقارير جدا خطيرة، بتقول إنه أحد هاي التقارير ثلث الوظائف عالميا راح تتغير وراح يتم استبدالها بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج وغيرها. عدد الوظائف العالمية اللي مرتقب تغييرها ما يقارب 80 مليون وظيفة عالميا. وهذا الإشي بحطنا كلياتنا على المحك، نتساءل قديش الجيل الجديد، كونه أنا معنية بالأطفال وتعليم الأطفال، قدي رح يكونوا جزء من هذه الثورة ويكونوا يعني يقودوا هذه الثورة، ما يكونوا متخلفين عن ركب جيلهم. فهون بتيجي أهمية أن نعلم الأطفال التكنولوجيا بعمر صغير حتى يكونوا هم منتجين للتكنولوجيا وهم مقبلين. يعني أنا بلاقي الأطفال عندهم هذا الشغف، يعني بيبقى حتى الصغير اللي بيبقى ماسك الموبايل يعني هو كمان بقت الأدوات دي مادة جذب بالنسبة له، فرصة ممكن نخلق منها وعي جديد بالنسبة. فعلا يعني أحد السيناريوز والثيوريز اللي عم بتقول إنه إحنا جايين على عصر حيكون فيه ما يقارب 10% من الناس عم تشتغل، 90% من الناس رح يتم استبدالها بسبب التكنولوجيا. هاي أحد الثيوريز رح تحل محل الإنسان. صحيح بالضبط. وأعتقد هلا إحنا عمليا عم نشوف الذكاء الاصطناعي، عم نشوف الشركات الكبرى ممكن تطلع مذيعة. هذا أكيد طلعت خلاص، بقت موجودة فعليا في حاجات كتير. يعني هلا صرنا نسمع عن أطباء الاختصاص ممكن يكون الذكاء الاصطناعي أقدر على تواجدهم، الباحثين الذكاء الاصطناعي ممكن يكون استبدالهم. فهون السؤال اللي احنا كلياتنا بتصور لازم نطرحه، سواء بانظمتنا التعليميه سواء بالجامعات او المدارس، يا ترى ال 10% اللي راح يحركوا مفاصل التكنولوجيا بالعالم مين هم؟ صحيح. وشو المهارات الموجوده عندهم وشو صفاتهم النفسيه وشو تركيبتهم، بحيث انه نطمح انه اطفالنا بالوطن العربي يكونوا جزء من ال 10%. ما نضلنا نقول انه سيليكون فالي عم بتحرك العالم. صحيح. واحنا كلياتنا عم نتبع التكنولوجيز. فهذا اعتقد اهم الاسئله اللي لازم نطرحها بمدارسنا وجامعاتنا، يكونوا اطفالنا اللي هم الاطفال خلال السنوات القادمه يكونوا جزء من ال 10% اللي عم بيحركوا مفاصل العالم، لانه اللي بيتحكم بالتكنولوجيا حاليا وبتحكم بالاقتصاد، بتحكم بالسياسه، بتحكم مفاصل العالم كلياتها. مظبوط. هي قوه بكل معنى الكلمه، يعني التكنولوجيا الان هي قوه بكل معنى الكلمه. وبنتمنى ان يكونوا اطفالنا بالوطن العربي سواء بمصر، بالاردن، بفلسطين، بكل المنطقه يكونوا جزء من هذول ال 10% اللي حيحركوا العالم لقدام ان شاء الله. ننتقل لزيد يا شافكي. وزيد، يمكن انا حابه نتطرق لموضوع جلاله الملك لدينا وجلاله الملكه بيعتنوا بالشباب اللي عندهم افكار رياديه، وكان في دائما يعني رعايه ملكيه ساميه لكم كشباب ومشاريع ابتكار، واللي فتحتوا شركات ناشئه وبلشت تكبر، ووظفتوا ايضا معاكم يعني اشخاص اخرين. خلينا نحكي عن اللفت الملكية والاهتمام الملكي من قبل جلالة الملك وجلالة الملكة في الشركات اللي ناجحة، الأفكار والابتكار والريادة. يعني شكرا ستي. يعني هو دائما الاهتمام الملكي عندنا بالأردن مميز صراحة في المنطقة وفي العالم. قرب جلالة الملك من الشباب كان واضح في لقاءاته مع الرياديين. كان لي شرف اللقاء مع جلالة الملك بعام 2019 مع مجموعة مميزة من الرياديين، وكان في اهتمام جلي وواضح بالمشاريع الخاصة فينا. وكمان كان لنا شرف لقاء جلالة الملكة فيما بعد برضو بخصوص شركاتنا من خلال دعوتنا لمناسبة. فقربهم من الشباب، دعمهم للشباب، هذا بعطينا نفس أولا، بعطينا كمان ثقة في المضي قدما. وبعدين إحنا بالأردن نحس حالنا يعني عيلة صغيرة، فكنا قريبين من بعض يعني. فبالتالي الدعم يعني مو بعيد عنا، ودعم المؤسسات طبعاً. بالتالي دعم طبعاً. الوزارات تطور من فترة بشكل واضح، وصار الاهتمام بالريادة كبير. أكيد في تحديات لا تخلو من التحديات في أي دولة، لكن في تسهيل في المقابل.
أخذ وقته صحيح، لكن عم نتحسن بشكل إيجابي ونوعا ما برذم يعني جيد جدا. الحمد لله. خليني أقول لكم كمان إنه يعني ونحن نتابع هذا الشأن الأردني يعني من مصر يعني، وطبعا يعني جلالة الملك يعني الحقيقة قريب جدا من الشباب، يعني دائما يعني يخاطب الشباب ويلتقي بالشباب ويسمح للشباب، يعني أكيد هذا هو ما يراه بأن المستقبل سيقوده الشباب. عايزة أسأل كمان مهندسة أفنان، أسألك كيف كانت زيارة جلالة الملك ودعمه لك؟ يعني إحنا كأنتربرنورز كرواد أعمال فعليا يعني مو سهل مشوار ريادة الأعمال، لكن يعني قرب جلالة الملك وجلالة الملكة أكيد يعني طبعا بيكون دعم رائع يعني ودعم معنوي. كان يعني تشرفنا بتكريم جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي خلال الفترة الماضية بوسام اليوبيل الفضي. جلالة الملكة زارتنا بالأكاديمية تقريبا ب 2017، التقت جلالة الملكة مع الأطفال المبدعين وسمعت قصص نجاحهم وكيف بيتعلموا وكيف المسابقات اللي بخذوها. بعام 2020 حصلت على جائزة على مستوى العالم، أفضل رائدة أعمال على مستوى العالم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتفاجأت باتصال برضو من جلالة الملك لا تهنئة بالموضوع. أنت محظوظة جدا كده. قد إيه بيحفز، قد إيه بيديكي دعم، بأنه عندما القيادة ترى الشباب بشكل جيد ويبقى فيه دعم أعتقد أنه بيقصر الخطوات، يعني بيديكي دعم كبير لقدام. فعلا بيكون يعني دعم معنوي رائع، بحسك أنه يعني استمر يعني صحيح. فهذا يعني بيكون شعور يعني لطيف يعني أكيد. الحمد لله. ابقوا معنا مشاهدينا، بعد الفاصل لدينا الكثير في برنامج بيت للكل حلقة اليوم في موضوع الريادة والابتكار. ننتقل لزيد كمان. زيد له يعني تجربة في مجال التكنولوجيا في توظيف الشباب وأيضا الشراكة ما بين مؤسسات الدولة. على فكرة أنت عم بتسهل كتير على الناس، على الأفراد وعلى المؤسسات عندنا في الدولة، يعني في قضية أنه يكون في حلقة وصل بينهم وبالتالي نختصر قضية المعاملات والجهد. خلينا نحكي عن فكرتك هاي، لأنها ريادة الأعمال أحد أهدافها حل المشاكل وتسهيل الصعاب في هذا الموضوع، فراح أترك أكيد الوقت لحضرتك تحكينا عن مشاريعك. تسلمي. على سيرة الشباب، يعني إحنا صراحة المؤسسات التعليمية والجامعات الرسمية عنا كان لهم دور كبير صراحة بقطاع الريادة. فإحنا مثلا وكثير من الشركات غيرنا عم نستفيد من العنصر الشبابي اللي لسه على مقاعد الدراسة كمتدربين في مختلف الجامعات الأردنية، وهذول الشباب والشابات عم بيختموا بالقطاع الخاص بشكل مبكر بعمر مبكر، يعني بتلاقي عمره 18-19 عم بيشتغل على حاله، فهو بتدرب وعم بدرس. على سيرة الشباب هذا يعني بيعطي إشارة على التكوين المجتمعي أو التركيبة اللي موجودة عندنا كيف عم تتطور شوي شوي بي مساعدة الريادة، لأنه الريادة هي بالنهاية شركات ما بتعتمد على فرد ولا على شخص، هي بتعتمد على مكون صحيح. ككل. الشركة اللي قمنا فيها أو الحل اللي ركزنا عليه هو تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بتعاني من انتظار مستحقاتها من المزودين والموردين. فبالتالي احنا بدل ما يكون في عنا تفكير تقليدي أنه دائما مدة الدفع تأخذ 90 يوم أو أكثر بين المورد وبين تاجر التجزئة، إحنا قلنا لا، يعني خلينا نربطهم مع مستثمرين. في ناس مستثمرين بيحبوا يستثمروا بفرص معينة، عندنا الفرص محدودة المخاطر، تقدروا أنتوا تسهلوا هاي الدفعات للجهات الطبية. بدأنا بالجهات الطبية بدل انتظار الطويل من شركات التأمين، ومن ثم طبعا أعطينا كمان إحنا فرصة استثمارية وعائد مقابل هذا الاستثمار في المطالبات الطبية. بنفس الوقت سهلنا على الجهات الطبية تحصيل مستحقاتها بشكل سريع.
اللي هي مثلا شركات التأمين اللي بدها تاخذ أموالها مثلا من الأطباء. أنا بدي أسهلها 100%. هي بالضبط، هي بكل بساطة هي الصيدليات والعيادات بالضبط مثلا، والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة اللي بحاجة لل يعني تحصيل مستحقاتها بشكل سريع. أكيد. فبالتالي اختصرنا هاي السايكل التسعين يوم ل لخمس أيام. ممتاز. فرق كبير أوي. فرص استثمارية يعني. نعم. فرق كبير. 100%. طيب خلينا برضو يعني بما أن إحنا نتحدث عن ريادة الأعمال، فخلينا ننزل من على السلم ونبدأ من أول السلم. فمن أول السلم إحنا هنا لازم نتكلم عن التعليم، لأنه التعليم هو اللي بيخليك أنت لما تطلع السلم وتوصل وتبقى رائد للأعمال لابد تكون يعني اكتسبت مهارات، اتعلمت، بقى عندك خبرة كمان في سوق العمل، لأنه كمان سوق العمل تغير في عالمنا العربي بشكل كبير ويتغير سريعا جدا. فمهندسة أفنان كلميني عن التعليم عشان برضو الأجيال الجديدة اللي يأهله، اللي يلفت انتباهه يحصل عليه علشان يقدر يصعد السلم بسهولة. يعني ما نحتاجه الآن بالتعليم هو فعليا يعني ما يكون نفس طريقة التعليم اللي إحنا دائما متعودين عليها. فأهم المهارات يعني بناء على التقرير العالمية اللي بيحتاج يكتسبها الجيل الحالي هو مهارة ما يسمى learnability والchangeability، قدرة الإنسان على التعلم الذاتي وقدرة الإنسان على التغير السريع. لأنه ممكن هلأ يتعلم طفل لغة برمجة معينة، لكن بعد 6 شهور لغة البرمجة هاي ما تكون قابل للاستخدام. فإذا ما كانت عنده الفليكسبل مايند سيت، يكون عنده عقلية مرنة قادر إنه يتعلم يتغير بشكل سريع ويتعلم بشكل ذاتي، وقتها ممكن يعني ما تكون الأمور يعني مناسبة له في المستقبل. من أهم الأشياء أعتقد اللي برضو لازم يعني يكتسبها الجيل الحالي هو قدرته على دمج تخصصات مع بعض. ممكن يتعلم كمبيوتر ساينس لكن يتعلم تخصص تاني مع بعض يعني. فالناس اللي حتكون قادرة تتعلم أكثر من تخصص برضو حتكون فرصتها أكبر بالموضوع. وده حيبقى توجه بقى مجتمعي ولا مدرسي ولا منزلي، لأنه كمان إحنا عندنا أولياء الأمور أحياناً بيبقى الآن من التوجهات الجديدة. خلينا في العقلية العربية، خلينا في السليم، ده مأمون، بلاش تغامر، بلاش. فبرضو أعتقد ده يعني محتاج نغير في الرأي العام شوية يعني. فعلاً هو المشكلة إذا ضلينا بطريقة التعليم اللي إحنا تعلمنا فيها هو ما حنكون بالسليم. صحيح. إحنا حنكون بالمنطقة الخطرة طبعاً. لأنه استبدال الوظائف والتغير اللي عم بيصير بالعالم احنا فينا اتجاه اجباري انه نتاقلم معه. صحيح. يعني احد اهم الاشياء مثلا زمان كنا نحكي عن، اكيد كنا سامعين بتشات جي بي تي مثلا. صح. اول ما طلع التشات جي بي تي كنا نمنع الاطفال يستخدموه علشان انك تتعلم انك تجيب المعلومه بايدك مثلا. بعد بس فقط كمان شهر يعني احنا بيوريكا بس درسنا الموضوع، احنا لازم نعلمهم تشات جي بي تي ونعلمهم كيف يستخدم تشات جي بي تي بافضل الطرق، لانه احد الوظائف اللي هلا صارت مهدده اصلا بالتراجع هي وظيفه المبرمج. احنا زمان يعني قبل بس يمكن سنه او سنتين كنا نحكي البرمجه اكثر وظيفه مطلوبه عالميا مثلا، لكن هلا المبرمج اللي ما حيكون قادر يستخدم هذه التكنولوجيز راح يكون ابطا من المبرمج اللي حيكون قادر يستخدم التكنولوجيز. فصار اتجاه اجباري انك تتعلمه علشان يختصر وقت الحصول على المعلومه، ولانه هو برضه مرتبط بالانبوت. يعني انت هتحطي ايه لتشات جي بي تي؟ لازم هتدي له معلومه فعليا، فهي برضه عايزه مهارات فعليا. يعني هي فعليا مش مجرد انه هيحل لك حياتك، لانه احيانا كنت تدي له مثلا معلومه والمعلومه مش كامله فيوديكي في اتجاه ثاني فعليا. فاذا لازم يكون عندك انت هذا الوعي، قدره او ما يسمى اللي هي برومبت انجينيرنج، كيف تتعلمه، كيف يجيب لك افضل معلومه. طبعا هي نعم يعني هي واحده من يمكن المهارات او واحده من الخطوات يعني والادوات بدها لسه مراحل اكثر واكثر طبعا يعني حتى انه ينجح فيها. طيب اسمحوا لنا ننتقل لزيد. وزيد شافكي كنا نحكي برا كمان في موضوع التجارة الإلكترونية. هلا العالم كله رايح للتجارة الإلكترونية والإي بيزنس، والآن هلا ما عاد كلياته يعني العالم رايح للتكنولوجيا بشكل كامل. زيد اشتغلت على هذا الموضوع التجارة الإلكترونية مزبوط؟ مزبوط. خلينا نحكي في هذا الموضوع، العالم وين رايح الآن وهل في إلها مخاطرها؟ كم كان عندك التشجيع إنك تخوض هذا الموضوع يعني؟ جميل. طبعا زي ما كلنا بنعرف العالم رايح بكل شيء الكترونيك. صح. رايح الكتروني. فحتى مؤسسات الدوله صارت تتبنى اي شيء الكتروني حتى تسهل على المواطنين خدماتهم بدون ما
يذهب عناء المشوار الطويل لا يخلص خدمته. حتى نفس الشيء بالتجارة اليوم ومنذ سنوات تطور عندنا مفهوم التجارة الإلكترونية وتوسع بالمنطقة العربية خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى جيراننا كان في لهم دور يعني كأسواق كبيرة في إظهار حجم الحركات والتعاملات التجارية اللي صارت إلكترونيا. أكيد دائما في مخاطر لكل تحول، عملية تحول رقمي، بس هذا ينطبق على جميع التحولات اللي ممكن تصير، فبالتالي يجب يعني الاستعداد لضبطها ضمن قوننة وتشريع يتناسب ويكون مرن مع حجم التحول اللي عم بيصير. شوي يمكن بأخرنا مرات هو التشريع، التشريعات. في تحديات في التشريعات في هذا الموضوع؟ نتفهم يعني اليوم مثلا على سبيل المثال بدك تعمل معاملة قد تواجه تحدي تشريعي، أنه أنت مثلا الوزارة المعنية وزارة الاقتصاد الرقمي دعمتك في مثلا الهوية الرقمية، لكن ممكن تتواجه في السوق تحدي من المنشأة اللي أنت بتتعامل معها بحكم عملها، طبيعة حساسية عملها المالي على سبيل المثال، فممكن ما يتقبل منك هذا الموضوع. فاليوم نتفهم تخوفات، نتفهم الطرفين، نتفهم حجم المعاملات المالية على سبيل المثال أو التجارة الإلكترونية كيف أنك تضبط العملية، لكن بنفس الوقت بدك يكون رديف مرن من التشريع بيمشي بشكل أسرع قدر الإمكان، أو يكون في يعني مارجن للترايل أند إيرور لو حتى بشكل بسيط، نسبة الخطأ 100% نسبة الخطأ والتصويب يعني. طيب تكون خلينا مطور. كمان نعرف يعني زايد الحياة تتكلم في موضوع مهم، لكن إحنا في عالمنا العربي كمان عندنا اتصالات أكيد ونفسنا أنها تبقى دايما في تعاون وتكامل زي ما بنقول، زي ما احنا موجودين كده في بيت للكل نتعاون ونتكامل، في ريادة الأعمال احنا محتاجين ده أكتر، لأن كل ما كانت العلاقة ما بين دولنا العربية سريعة في ريادة الأعمال كان أفضل. كلميني مهندسة أفنان عن الملتقيات، المنتديات، مؤتمرات، هل هي فعلا مفيدة؟ التقاء الشباب العربي العامل في ريادة الأعمال هل ممكن يزيد مهارات ويزيد اكتساب خبرات؟ لأنه سوق العمل قد يختلف من بلد لآخر، ولكن في النهاية نحن نريد أن يكون في سوق عمل عربي مشترك. فعلا هو يعني إحنا يعني طلعت على كثير ملتقيات ومنتديات، كنا يعني رواد أعمال من مختلف الدول العربية، تبادلنا للخبرات مع بعض كان هذا كثير يساعدنا، لأنه أحيانا لما تلتقي مع رائد أعمال بتلاقي المشكلة اللي هو صادفتك هي صادفته قبل سنة أو سنتين، والعكس صحيح يعني. فلا شك تبادل الخبرات كان لا شك يعني شيء إيجابي وبساعدنا يعني نكبر بعض. لكن العالم أعتقد هلأ هو كمان رايح باتجاه يعني العالم عم بنفتح كله على بعض، يعني أنا بعرف زملاء لأن رواد أعمال فريق عملهم كله مثلاً مش من الأردن، جزء منه من مصر، جزء منه من دول عربية أخرى متنوعة، وهذا أعتقد أحد الترندز اللي إحنا رايحين عليها بالتوظيف. يعني أفرقة العمل بسموها جيوغرافيكلي أبارت، يعني ممكن تشتغل مع فريق عمل طول عمرك ما تلتقي معه، ممكن تشتغل من بيتك يعني. صحيح، لأنه كمان إحنا عندنا وظائف اللي هي يعني بالريموت زي ما بيقولوا، فأنت قاعد بتشتغل أونلاين ومش عارف الشخص الثاني جنسيته إيه فعليا. هذه الدفعة اللي دفعتنا إياها فكرة الكورونا، يعني إحنا بالكورونا اضطرينا نشتغل بهذه الطريقة. صحيح. لكن ما بعد الكورونا تأقلمنا على طريقة عمل جديدة وكانت أعتقد جيدة. فانفتحت الأسواق على بعض وانفتحت أفريقة العمل على بعض، سواء كان بالوطن العربي أو حتى خارج الوطن العربي، لكن فعليا أعتقد فينا شركات أردنية، وأعتقد العكس صحيح، شركات عربية قد تكون أفريقة العمل تبعتها أردنية والعكس صحيح. يعني أفريقة العمل بالتشاركية كان بتفيد، تبادل عالي. مزبوط مزبوط. زيد كنا نحكي كمان في قضية التوسع، وأنا بعرف يعني هو بلش الحلم عندك صغير ومن أنت طالب وتكون لك شركة، الآن الشركة شركات ما شاء الله، وعم بتفكر حكيت لنا تتوسع في مصر.
كمان بيفكر في مصر، فيعني بتشجعه اكيد شاكر. أكيد. احنا بنشجعه يعني أكيد. الان الفتره الاقتصاديه والاستثمار هائل جدا والحركه الاقتصاديه وكله، فيعني مصر كمان عامله برامج للاستثمارات طبعًا. بشكل كبير مفتوحه والسوق كبير طبعًا. كمان تكلم على السوق عظيم، يعني فرصه نعمل دعايه بقى ونتكلم. لا شك يعني. قضيه التوسع نعم. يعني اولا نعم. بدها جرأه مش سهله وشيء ثاني يعني من قضيه التوسع كيف بتشوف الحلم وين راح يوصل؟ نعم صحيح. لا شك انه لا غنى عن التوسع بحكم يعني احجام السوق اللي عندنا في المنطقه وبحكم القرب ما بين والشعوب بشكل عام، ثقافتنا العربيه اللي بتجمعنا وانتمائنا العربي، فبالتالي سهولة التوسع يعني أبسط من أنها تكون بين دولة ودولة أخرى تتكلم لغة أخرى في مثلا أوروبا. يمكن بحاجة إحنا لتعاون أكثر ما بين خلينا نحكي دولنا كدول حتى يكون موضوع أسهل، لكن بنفس الوقت يعني مثلا أنا بحكي من نواحي جمركية، من نواحي مرورية، أنك كيف أنت تجتاز أو كيف تصدر أو كيف تستورد بشكل أسهل وأيسر كونه نتشارك في كثير من الأمور. لكن لما نحكي عن القطاع الريادي لا شك أنه اللقاءات اللي حكت عنها زميلتي والمؤتمرات الدولية اللي بتصير في المنطقة سهلت من التواصل ما بين الشركات والرياديين. قضية التوسع ما عادت إشي صعب مع وجود مسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال ووجود الاتصال الإلكتروني الأونلاين، ما عادت صعبة بوجود كثرة اللقاءات والمؤتمرات والدورية يعني بشكل مستمر. لكن هي بحاجة أكيد إلى أخذ مخاطرة، يجب دراسة هذه المخاطر تحديدها ومن ثم كمان عمل خطوات حتى أنت تتوسع بشكل مدروس بشكل محكم خلينا نحكي. وكثير من الشركات الأردنية أفلحت كمان في التوسع على المنطقة العربية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية كمثال، الإمارات العربية المتحدة وكثير من الدول. شيء رائع. حقيقة أنا عايزة أتكلم معاكم عن الخدمة المجتمعية، بس قبل ما أتكلم عايزة أقول لكم تجربة يعني كانت الحقيقة تجربة مشهودة في الإعلام المصري، إنه تحمس جدا لفكره، هي فكره برنامج عالمي فورمات موجود ولكن لقى ترحاب شديد جدا، وهو شارك تانك. والشارك تانك اللي هو زي حضراتكم كده بيقابلوا الشباب الصغير اللي عاملين ستارت اب كومبانيز، اللي عنده فكره على موبايل، اللي عنده فكره على اكل، مش عارف ايه. الفكره لقت انتباه شباب كتير جدا ولقت انتباه السوق، انه ينتبه بانه ممكن شاب عنده شركه صغيره جدا ويجي رجل أعمال يمده بأفكار وحاجات ويمده كمان ببعض يعني الأموال أو كده أو زيادة رأس المال للشركة فينجح. فبدأوا شباب كتير يقول لك لا أنا هشتغل على الشركة دي عشان أدخل البرنامج ده عشان أعمل الانتباه ده. هل أنتوا شايفين أنه تصدي الإعلام لمثل نوعية هذه البرامج اللي بتقدم خدمة مجتمعية أولا وبتفتح مجالات بسيطة جدا، يعني واحد مثلا يعمل أب مثلا، يعمل موقع، يعمل حاجات كده ملهمة تخلي الشباب يتعلموا وتخلي كمان ريادة الأعمال ينتبهوا للمشروعات الصغيرة اللي بتنقذ أحيانا اقتصاديات كبيرة؟ لا شك الإعلام يعني هم نعرف رأيكم يعني فيه. الإعلام لا شك دوره فاعل، يعني الإعلام بالذات مع الشباب الصغار ممكن يوجههم باتجاه معين أو يحرفهم باتجاه معين. يعني كلنا شفنا مثلا برامج اللي كانت تشجع مثلا المواهب سواء الفنية أو الغنائية صحيح. أو كذا، فصاروا الشباب عم بتوجهوا نحو هذا الاتجاه. فلو كنا عندنا برامج إعلامية عم بتوجه نحو ريادة الأعمال أكيد رح يكون فكرة كتير كتير إيجابية. ده تتبنى لنا بقى يبقى في شارك تانك أردن. شارك تانك أردن فكرة الجاية. فلا شك أنواع يعني الإعلام بمقدور أنه فعليا يحرك عقلية الشباب باتجاه معين، فياريت يكون في عندنا برامج تشجع الشباب اليافعين، يعني الفئة اللي بنحكي تقريبا من يعني 13 ل 18، نشجعهم بهذا الاتجاه لا شك حيكون مبادرة رائعة. يعني مشاهدينا اسمحوا لنا بفاصل قصير، نعود ونستكمل معكم لقاء الليلة من بيت للكل.
هي بتحكي عن أعمار مهندسة أفنان، أعمار صغيرة يعني. كم من الذاكرة؟ إحنا بنحكي أكبر شوي، بس يعني إنه أطفال نبدأ نشتغل عليهم من الآن وهم أطفال صغار، ونخطفهم من التكنولوجيا حتى يستغلوها بطريقة كتير حلوة، ونجهزهم لسوق العمل. يعني أنا عم بتخيل واحد من الأطفال اللي عندك يمكن سنة أولى جامعة ممكن إنه يفتح مشروع ريادي أو شركة صغيرة. صحيح. يعني إحنا كلنا بنسمع إنه مارك زوكنبرغ بدأ الفيسبوك بعمر 19 سنة. صحيح. وإحنا شبابنا قادرين يعملوا شركات كبيرة بهذا العمر، لكن إذا أخذوا التعليم الكافي بالعمر المناسب. يعني كلنا إحنا بنسمع قصة بيل غيتس، لكن ما بنعرف عن قصة بيل غيتس إنه فعلياً بدأ كودينج وبلش بالتكنولوجيا بعمر 11 سنة. ومارك دوخ العالم كله. في العالم كله. دوخنا دلوقتي. طيب أنا بدي أقدم يمكن وشافك تساعدين في هذا الموضوع. فكرة موضوع البطالة في الوطن العربي كله بعد أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، غزة وما بعد غزة، يعني إحنا موجودين الآن لازلنا فيها في بطالة. صحيح. وفي فرص عمل قليلة، في صعوبات. زايد لو ما كان عنده قضية الابتكار والريادة كان لسه بستنى يعني تشتغل يعني. فأنا الموضوع اللي بدنا نوصله الآن للشباب بأنه شهادة الوحدة ما بتكفي، حتى لو معاك PhD دكتوراه ما بتكفي. الآن كيف أنت فعلا ممكن توصل لنا الآن رسالة للشباب أنه أنت لو ما كان في ابتكار وريادة كان ما في شغل هلأ؟ ممكن نحكي كل شيء ممكن. النسبة عالية زي ما تفضلتي بتحس في مشكلة عند الشباب وفي ناقوس الخطر يعني. المشكلة بالعكس هي مشكلة منتشرة ومتشاركة في الوطن العربي، متشاركة مع الدول وحتى العربية وحتى في العالم يعني صارت 100%. في بعض دول من العالم نعم. لا شك في ازدياد في البطالة، نسبة البطالة طبعا. لا شك لها أسبابها، قد يكون أحد أسبابها نوعية التزويد مقابل الطلب في السوق. ما عادت التخصصات اللي كانت مطلوبة زمان هي نفسها اليوم. الإصرار والإبقاء على فتح هذه التخصصات راح يزيد من المشكلة، ما راح يخففها. لابد من نواكب شو الطلب الموجود اليوم. مش معناته إذا درسوا على سبيل المثال مادة X أو تخصص X فتحوا في دولة معينة برا نفتحوا عنا إذا إحنا ما عنا طلب عليه. وبرضو مش صح إنه نتأخر بالمواكبة السوق العالمي، لكن بما يتناسب مع طبيعة كل دولة لحالها. بالضبط. وما عادت الشهادة زي ما تفضلتي، يمكن السبب الثاني ما عادت الشهادة هي المفتاح، هي المفتاح للوظيفة اليوم. المهارات اللي أنت بتتسلح فيها لا سوق العمل هو اللي راح يوصلك لأنك تأمن مستقبل أو كارير باث تمشي فيه. فبالتالي أنا كثير بنبسط صراحة على الطلاب اللي ببلش يشتغل بعمر 18 سنة بكير. ومن الشغلات يمكن اللي بندم عليها أنه أنا ما بلشت أشتغل بأول سنة بالجامعة مثلا، لأنه كثير الطالب لما بعمر 22-23 اللي اشتغل 4 سنوات كثير بفرق عن الطالب صراحة اللي بيقعد 4-5 سنين بالجامعة. صحيح. وما اشتغل ولا شغلة. لما يجي على سوق العمل بيكون مصدوم، فبده حوالي طبعاً. سنتين خبرة بس يفهم شو عم بيصير حواليه، وبيضيعوا خبرة 100%. في منها تضيع وقت، وفي منها أنه في ناس سبقوه أوريدي طبعا طلعوا عنه. فاليوم زي ما بتحكي كمان زميلتي أفنان، تخيلي لسه عمر أصغر، كيف تخيلي بين 14 و18 أو 13 و17 كيف راح يكون الناتج عندك. فكل ما إحنا وعينا لموضوع المهارات أكثر من موضوع الشهادة، كل ما إحنا سلحناهم بالمهارات الكافية إنهم يلاقوا مستقبل أفضل. لأنه سبب كبير إنه ما في فجوة ما بين نوعية التعليم وما بين المطلوب في السوق 100%. اليوم أنت بتنزل بوست إعلان عن وظيفة معينة بمهارات معينة بتلاقي جميع التخصصات قدمت، اللي له دخل واللي ما له دخل. هذا دليل على قلة الفرص اللي بتناسبهم كمان. طيب خلينا كمان يعني شيء مهم جدا دلوقتي كتير من بما إن إحنا بنتكلم عن المهارات
فالمهارات بقت الحقيقه احيانا يعني الشاب ما بقاش عنده هذا الصبر ينتظر زي ما حضرتك قلت لبعد التخرج. كتير من المواقع التواصل الاجتماعي بقت متاحه، كتير من المنصات بقت متاحه، فبقى عنده هو فكره انه طب انا هجرب مشروعي، انا هطلع اتكلم، انا هشرح، هقدم محتوى، هشتغل عليه، وبالتالي يعني ده بيديله طبعا يعني ثقه بالنفس، وربما في ناس نجحت في حاجات كتير جدا فيكبر المشروع من خلال مواقع مختلفه. بتشوفوا ده ازاي؟ يعني انا باكد على كلام يعني زميل المهندس زيد انه احنا فعليا بعصر المهارات مش بعصر الشهادات. في اطفال بيوريكا الان بيشتغلوا ويعني عمر بنحكي عن 15 16 سنه وعادي بيطلعوا رواتب وبيطلعوا فلوس ودخلوا بسوق العمل من هلا. في طلاب قبل ما يتخرجوا يعني كان طلاب يوريكا بس دخلوا الجامعات قبل ما ياخذوا شهاده جامعيه كانوا داخلين على سوق العمل وعم بيشتغلوا. فانا اعتقد احنا بعصر في فرص، لكن الفرص للمستعد. ولما نحكي المستعد هو اللي فاهم فعليا العالم كيف حاليا عم بيمشي، يعني بنرجع على نقطه الليرنبيليتي والتشنجبيليتي. المستعد هو انسان قابل للتغير السريع وهو قابل للتعلم الذاتي، يعني بالضبط مثل ما تفضلتي طالب الجامعه اللي حيكون مركن على دكتوري بالجامعة درسني أو جامعتي درستني ما يلوم نفسه إنه ما في وظيفة، لأنه إحنا بعصر أنت ما لازم أصلاً تعتمد فيه على الجامعة. الجامعة أنا صرت أعتبرها مثل رخصة السواقة، أنت بتأخذها لكن فعلياً حتعتمد على مهاراتك. فالطالب اللي بيكون على مقاعد الجامعة لازم يبلش يتعلم التخصصات الحديثة والتغيرات عم بتصير بالعالم من اول يوم. حتى يمكن انا بشتغل بقطاع الاطفال، انا برايي من عمر 13 14 سنه لازم بلش يتعلم هذه المهارات. اللي بيبدا بهذا العمر بيكون مدرك التغيرات السريعه، راح تكون في فرص كثيره عم تنتظره. فانا اعتقد هو في فرص، لكن الفرص مش الفرص القديمه، مش التخصصات القديمه. صحيح. المهندس مثلا انا بحكي عن قسم مثلا هندسه كهرباء واتصالات، اللي حيدرس هندسه كهرباء واتصالات مثل ما انا درستها البطاله حتكون بانتظاره. لكن حيدرس هندسه كهرباء واتصالات بانه يدمج فيها الذكاء الاصطناعي ويدمج فيها الماشين ليرنينج ويدمج فيها التخصصات المطلوبه عالميا، حيلاقي فرص وفرص كثيره. لانه اعتقد يعني اذا التقيتي مع رواد الاعمال اللي عندنا حتلاقيه عم بيعاني من قله الكفاءات. صحيح. بقول لك انا في عندي وظيفه لكن مش ملاقي اللي يعبيها. صحيح. فحتحكي له طب في عندنا خريجين جامعات، حيقول لك في فجوه. بالضبط ما تفضل. صح. مهندس زيد، بين في فجوه العمل في خريجين لكن متطلبات هذه الوظيفه مختلفه. فاللي حياخذ هذه الفرص هو المستعد. المستعد هو الانسان اللي فعليا فاهم خارج نصوص الجامعات وخارج نصوص المدارس. طيب. حيلاقي فرص، واعتقد فرص كبيره. فاعتقد احنا المرحله القادمه اللي جايين عليها حيكون في ناس الشركات عم تتقاتل عليهم، وفعليا يمكن كل ست شهور عم بغير وظيفه ورواتبهم جدا مرتفعه، وبالمقابل في ناس عم بيقولوا لك انا مو لاقي فرصه بالعمل. هذا مستعد عم بتغير، عنده تشنجبيليتي ليرنبيليتي، هذا لساته بقول انا درسوني بالجامعة شيء مختلف مثلا. فدائما رسالتي للشباب ما تلوم حدا، معك موبايلك عبارة عن جامعة متنقلة. صحيح. مثل ما تفضلت العالم الآن مفتوح لبعض، أحسن كورسات ممكن تأخذها أونلاين بكل بساطة، وممكن تأخذ أحسن شهادة هندسة وأحسن شهادة آي تي، وقد تكون أنت مش داخل الجامعة. صحيح. يعني أحد القصص الملفتة عندنا بيوريكا طالب تخرج جاب معدل عالي بالتوجيهي، دخل على الجامعة درس جامعة وأسقط الجامعة، بعد هيك بلش يتعلم لغات برمجة وما إلى ذلك. الآن بيقود فريق عمل، يعني بعمر العشرين سنة كان يقود فريق عمل من المبرمجين. هم معهم شهادات جامعية، هم معهم شهادة جامعية. مهارات. أعتقد مهارات، اكتسب المهارات ومشي بسرعة. صحيح. سريعة بسوق العمل. فأحنا أعتقد بحاجة لهذه العقلية عند الشباب، تغير سريع وتعلم ذاتي سريع. أنا أعتقد حتلاقي فرص وفرص كثيرة، لأنه أنا أعتقد المستعد الفرصة بتستناه على نص الطريق. طبعا. يعني ما حتكون حياته صعبة، هو حيمشي خطوتين حيلاقي الفرصة عم تيجي، لكن الإنسان اللي مش مستعد حيضل دائما عم بركض 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 وحاسس ورا الفرصة إن ومسافة بعيدة. والمسافة بعيدة. مسافة بعيدة. زيد، يعني قضية الابتكار والريادة مرات الشباب بيخافوا لأنه ما عندهم خبرة، مش عارفين من وين يبلشوا، مش عارفين بأنه لازم يكون في فكرة جديدة مختلفة، لأنه لازم تطلع إشي جديد، ابتكار لإشي جديد، ويكون في له متلقين حتى ينجح. فعامل الخوف هذا عامل أحياناً
لازم نكسره شوية عند الشباب. عندنا في الأردن مثلا في عندنا إدراك، منصة إدراك اللي بتعلم الشباب واللي بده يجي يتعلم ويشوف كيف الريادة والابتكار ودورات وتطور نفسك موجودة. الآن كيف ممكن أنت تفكر تفيد الشباب؟ بدنا شباب كتير زيك وزي المهندس. الله يسلمك. لا الخير موجود يعني إن شاء الله بالشباب والجيل الجديد وبالأجيال الشباب مختلف. لكن اليوم الشاب هو اللي بيجذب الفرص يكون متسلح. الشباب مش ضروري يكون كلنا رياديين وأصحاب مشاريع. مش عم بعمل دعاية مضادة أنا، بس لازم يكون كلنا في موقعه بالآخر. بس اللي حاب، اللي عنده توجه وحاب يعمل فكرة، يعني أنا بقول أحسن شغلة إنه يبدأ فيها مباشرة. دائما إذا إجتك فكرة مميزة أو مشكلة، واجهت مشكلة، فكر في حلها. المشروع الريادي بيجي من مشكلة موجودة في السوق أو موجودة في البيئة اللي أنت عايش فيها. إذا كان حلها بحاجة إلى جهد وأنت ممكن تعمله، فمش غلط انك تبادر وانك تعمله وانك تاخذ هاي الخطوه الاولى. كنت بحكي انا وزميلتي افنان، يعني بنشوف مشاريع في الخارج بعدين بنطلع على البلد، مثلا مين بده ياخذ الخطوه الاولى، مين بده يبادر؟ ما شفنا في مبادرين. ليش ما انا اكون المبادر؟ هون السؤال. فدائما بحكي اللي عنده فكره يبدا فيها. الخوف بنكسر مع الزمن، يعني مبلش ما انك حطيت إيدك في الشغلة وبلشت تمشي فيها، الخوف يتلاشى. كلنا بنخاف، لا عيب بالخوف، لكن ما نخلي الخوف أكبر الهواجس. بالنهاية الفشل هو مدرسة، ولازم نعزز صراحة من دروس الفشل أكثر من دروس النجاح عنا. وهذا الإشي يمكن في البيت لازم نبلش فيه، من البيت ومن ثم المدرسة ومن ثم الجامعة وبيئة العمل. إنك تغلط وتفشل موعب، بس انك تصر على الخطأ هو الخطأ، انك تصر انك تلميح الذات يمكن هو كمان خطأ بالمقابل. فخلينا انه نكون دائما منصفين، اذا ما اخطأنا ما تعلمنا. واعتقد عنا بالثقافة العربية لسه شوي في ثقافة العيب من الفشل، شوي شوي عم بتخف صراحة مع المشاريع الريادية ومع الشباب ومع التعلم. لكن لازم نعزز من هذا الشيء بشكل اكبر. أكيد. الفشل كل الأسماء اللي حكيناها اليوم، أسماء اللامعة بالعالم كله، عامل له 3-4 شركات مسكرها، زبطت الخامسة. بس ما بنحكي عن الأربعة الأولى، صحيح مزبوط، بنحكي عن الخامسة. صحيح. فلازم نعزز من ثقافة أو دروس الفشل في الجامعة والمدرسة حتى ندخل بقلب أقوى. خلينا وما يصيبنا إحباط. صحيح. وأحيانا الفشل بيكون هو طريق النجاح. 100% يعني. طيب خلينا ناخد ملخص من مهندسة أفنان كده قبل الختام. وزي ما قلنا يعني تفضل أستاذ زيد وقال إنه هي إذن الحكاية أعيش برا الصندوق، فكر بطريقة مختلفة، البيت كمان لازم يتغير والمدرسة تتغير والتعليم كمان لازم يبقى مواكب سوق العمل. يعني مثلا في مثال عندنا وزير تربية وتعليم جديد في مصر في الحكومة الجديدة قرر انه يحذف بعض المواد ما تبقاش موجودة، مش مؤثرة في المجموع العام، لانه شايف ان سوق العمل او الطالب محتاج يجهز. فهل احنا بقينا محتاجين هذا التغيير في مجتمعاتنا علشان نؤهل، خصوصا حضرتك تتعاملين مع الاطفال، نؤهلهم من بدري؟ لا شك التغيير صار يعني اتجاه إجباري. يعني زمان كنا نحكي، يعني في مثل كان يحكوا امشي الحيط الحيط ويا رب الستر. اللي بيحاول هلا يمشي الحيط الحيط، الحيط راح يوقع عليه. صحيح. لأنه صار هذا الاتجاه الإجباري، فلا بد احنا بدنا، او من خف سلم زي ما أستاذ زيد بيقول، مش عايزين من خف سلم دي يعني. مثلا فاحنا بحاجه الان فعليا لجرأة، وبحاجه ل يعني مش تنبؤ المستقبل، عيش الحاضر، لانه الحاضر اللي احنا بنعيش فيه فعليا المستقبل اللي كنا عم نقرا عنه قبل سنتين ثلاثه. فبدنا لا شك على مستوى صناع القرار بدنا قرارات جريئه فيها يكون تغيير بالمناهج. يعني مثلا عندنا بيوريكا ابسط الامور كنا حاطين منهج للذكاء الاصطناعي قبل 4 شهور، كنا متوقعين ان هذا المنهج كل 6 شهور راح نغيره، تم تدريسه فقط 4 شهور. بعد 4 شهور بطل يعني قابل للاستخدام.
فتم تجديده. ايوه الايقاع سريع جدا. ايقاع سريع يعني كثير، فاحنا بحاجه على مستوى النظام التعليمي تغييرات سريعه، على مستوى الاهل قراءه الواقع وما فعليا ما نخاف من التغيير وما نحاول نمشي الجيل بالطريقه التقليديه القديمه، لانه فعليا احنا هيك منظرهم ما منفيدهم. الامان اللي كنا عم نفكر فيه بطل الان امان. فإحنا بحاجة لهاي العقلية الديناميكية السريعة مع توعية الشباب على أهمية أنه هو يتحمل مسؤوليته. يعني لابد أنه شبابنا يطلع من عقلية الضحية الفيكتم ليفل، اللي ظلينا نلوم درسوني أو ما درسوني أو نظام التعليمي أو ما إلى ذلك، بالأخير أنت اللي حتفقد الفرصة. صحيح. يعني هذا مستقبلك، فخذ المسؤولية تجاه نفسك، اتعلم ويعني بعيدها مرة تانية، المستعد حياته دائما بتكون أسهل. أكيد. فالإنسان اللي حيكون مستعد بالعلم، والعلم يعني زي ما دائما نحكيها هي العلم قوة، العلم غنى، العلم رفعة، اللي حيكون مستعد بالعلم حتكون الفرص بانتظاره وما رح يعاني المشاكل اللي بيعانيها جيله. لكن اللي ما حيكون مستعد أعتقد حتكون في عنده يعني مشكلة حقيقية على المستوى الفردي، وطبعا المستوى الفردي بنعكس دائما على مستوى المجتمعات. يعني انا بدي اشكركم لانه اعطيتونا واعطيتوا الشباب دافعيه كبيره انه المستقبل موجود وفرص العمل موجوده، بس شوي بدها ابتكار ورياده. مهندسه افنان علي، اهلا وسهلا فيكي. شرفنا فيكم. وايضا النموذج الشباب الناجح المبتكر اللي عنده رياده واللي عنده امل كثير كبير، ان شاء الله بنشوفك في احسن شركات العالم. مهندس زيد الجازي، اهلا وسهلا فيكم. شكرا. ننهي الحلقة إن شاء الله. إذن مشاهدينا، وهيك كان معنا في حلقتنا لليوم من برنامج بيت للكل نماذج من الشباب الأردني الرائع جدا اللي بيعطينا إلهام ويعطي كل شباب الوطني إلهام. وأكيد زي ما كان في عنا في الاستديو اليوم المهندسة أفنان المهندس زيد، في كتير نماذج في وطننا العربي من الشباب العربي الناجح. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج بيت للكل، أجمل تحية لكم من فريق عمل البرنامج. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.